فوكس 2 13. هاي طبعا السيارة عملنا لها اصلاح لبطارية الكهرباء، تغيير خلايا، تصليح كمبيوترات البطارية. هاي البطارية ركبت. هاي طبعا السيارة. بالنسبة لسيارات الكهرباء مبدأها بسيط، وفي بعض المشاكل اللي تواجهها سيارات الكهرباء بشكل عام بتسبب لقدام دائما مشاكل إما على البطارية أو على نظام الجير. بالنسبة لموضوع المية، موضوع سوائل التبريد، لأنه أغلب السيارات بتعتمد على التبريد في الصيانة. فبالنسبة لسوائل التبريد لازم تكون هذا السائل ضمن المواصفات 50x50 إثيل جليكول. الأنتي فريز فيه يكون البوينينج بوينت من اللي هو سالب 29 إلى اللي هو تقريبا 70، لأنه هاي السيارات أصلا بعد درجة حرارة 80 مباشرة بتعطيك إما إشارة السلحفة أو الستوب سيف لناو أو السي مانيوال بالسيارات الموجودة بالفورد، بحيث انه ايش تنبهك انه في مشكله في السياره وانه في عدم قدره فيها. طبعا هي بتكون اسبابها انه ايش حميان او وقفت المراوح فيها. طبعا مبدا عملها بسيط جدا بالنسبه لهي السيارات، شاحن بطاريه، الانفرتر احنا بنحكي له، او الباور ديستريبيوشن اللي بوزع الطاقه الكهربائيه لاكثر من جهه، وبستقبل برضه الطاقة الكهربائية اللي بولدها الجير أو بولدها دي سي كونفرتر، وديها وين على البطارية، ومنها كمان توزع على بطارية 12 فولت. فبالنسبة للأمور الثانية، نظام البريكنج، نظام البريكنج ما في هواء زي سيارات البنزين، تلاحظ إنه السيرفو تبعها كهرباء فقط لا غير، وبيعتمد على ترمبة باكيو فقط لا غير. فبالنسبة لهاي السيارات أهم شيء يا إخوان نظام التبريد فيها، نظام التبريد لأنه ببرد على الجير، ببرد على البطارية، وهذا الإشي مهم جدا بالنسبة للسيارة. نظام التكييف نفس الموضوع، السيارات هاي فيها عبارة عن شيلرات بتعمل على تبريد السائل أو بتبرد عن طريق السائل، عن طريق الغاز بيمر عليها الخط البارد. فيا إخوان مهم جدا موضوع المية، بحيث أنه أنت تحافظ عليه، كل فترة تغيره تقريبا كل 100 ألف يتغير، بتظل أمورك 100% إن شاء الله.